أنا بكره الشعب اللبناني عشان يتعرضوا لعنصرية. لبنان هي بالنهاية هي ضيعة كانت من سوريا. حالة عنصرية ما في، اللي عم بينظلم بيكون من إيده. فما بقى تاخذوا الموضوع بشكل شخصي، لازم يكون في خطة لعودة السوري. امبارح انتشر فيديو لشاب سوري لاجئ بلبنان عم يتعرض للضرب بتهمة انه هو السبب بالحرائق، بس تشوف حالة عنصرية عم يعيشها سوري بلبنان، شو أول شيء بيخطر على بالك؟ لازم اللبناني هون يتعامل مثل ما عم يتعامل السوري هوني. هون اللبناني أخذ راحته كثير. أنا بكره الشعب اللبناني. شعب عنصري. اللي بيطلع بيتهم السوري هو الحدا اللي مش موالي لسوريا، ومعروف مين بالسياسة مين هو عنا بلبنان، فما بقى تاخذوا الموضوع بشكل شخصي، يعني مثلا في مناطق معينة خلص في كره لشيء اسمه سوري، مش بس لسوري، ما بتشفط بالطائفية اللبنانية، في كره مثلا لبعض الطوائف ببعض المطارح. هل تواجدك بسوريا مشابه لتواجد السوري بلبنان؟ هون حس حالي كأنه بلبنان. طيب هنيك بسوريا عم حس حالك كأنه بسوريا؟ يمكن تبرم الدنيا، تضطر بكرة جيت انت ما عندك منفس الا سوريا وجيت على سوريا، كيف حتعاملت الناس هناك ناس حتعاملك هون؟ لازم يكون في خطه لعوده السوري. كرمال لبناني ولا كرمال السوري؟ السوري قبل اللبناني. بنات اللبنانيات بشكل عام يعني بكره اللبنانيين، بس البنات لو طلعت من العنصريه يعني هذول محل استثناء. هن اللبنانيين عم بدوروا على سبب لحتى يساووا عنصريه. يعني كثير تواصفوا معنا بصراحه يعني. لا ما اعتقد انه هذا الشيء صح يعني. برأيي يرجع السوريين لسوريا وتخلص العنصرية، يعني مو بحاجة إنه نقعد ببلاد الغرب. لا ما تعرضت لعنصرية بلبنان لأني ما عم فوت بجواز سوري، لهيك يمكن بجواز أوروبي مو بجواز عربي. عشان يتعرضوا لعنصرية؟ ما بعرف. وين عايشة أنت بالضبط؟ بس خبريني يعني. سوريا. لك يعني أنا ما عندي خلفية بهالموضوع. إذا بكبوا ورقة بالأرض بيقولوا لك سوري. إيه أنا طلعت معلم وشفت هني. كمية العنصرية هنيك لدرجة. أنا لبناني بيجي بقول لك هلأ ما في الشغل السوري عم يشتغل أكتر مني، روح أنا هتني روح دور بلاقي شغل، بس ما برضى بالقليل، السوري بيرضى بالقليل، هذا الفرق. بشي بعيد عن الإنسانية، نحن معنا عنصرية، هي حالات فردية عم تكبر من وراء خاصة الإعلام والإعلان. لو السوري مش مرتاح بلبنان ما حياخد عائلته وولاده يعيشوا وياهم صار لهم 9 سنين. أنا قوي، أنا كلبناني قوي بلبنان، حابب استقوى على اللبناني بس ما فيني، فبستقوى مثلا على سوري، بس هيدي حالة يعني أنت بدك تسميها حالة عامة بدها تزيد عن 1% يلي هي مش موجودة أبدا. لبنان هي بالنهاية هي ضيعة كانت من سوريا، طبعا مع احترامي لأشقائنا اللبنانيين، في اللبنانيين بنحط عليهم على الراس، بس مو الكل يعني نسبة منه قليلة. يعني حاجة هيك يكونوا كتير منتظين صراحة، يعني كتير منتظين هنا زيادة عن اللزوم. في كتير سوريين هناك يعني عندهم مشاريع ضخمة، عندهم شركات، عندهم قصص. كتير منتظين هنا. واللبنانيين بيشتغلوا عندهم زيادة عن اللزوم. أنا بحس إنه في موضوع غيرة. هلا الشعب السوري بثبت حاله بأي بلد سافر عليها. يعني كتير عيب إنه نحن لما بنفتح بلدنا لهدول الناس وبعدين لا هن بيطردونا. إذا رجع اليوم لبناني على سوريا بترجع بتستضيفيه بنفس؟ طبعاً أكيد. برجع بستقبله سو مثل الأول. بعد ما شفت معاملتهم يمكن شوي مقطع عطف زيادة، بس لا أكيد طبعاً أكيد بنستقبلهم، ليه لا؟ نحن ضد العنصرية بأي نوع، يعني حتى نحن هون السوريين نرحب باللبنانيين. أنا بعمل بأصلي وهن بيعملوا بأصلي. ما تربينا إنه نكون عنصريين نحن، يعني قد ما عمل قد ما سوا بيضل الواحد بيعمل بأصله. ما راح لك إنه حأعمل مثله لأنه نحن بنضل ولاد أصل. والله بدنا نضايقه شوي. رسالة لهذا الشخص اللبناني اللي عم يمارس العنصرية على السوري ببلده. بدنا نحط توت ساعدة، عندك توت؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. والله. أشعر بدنك كيف فيها؟ بعد 9 سنين حرب وبتقلي بدناش نحط صوت كهرباء 24 24 احنا 2019 بنحلم بكهرباء 24 24